مرارا للحديث مع حضرتك استاذ علي والساده المشاهدين عن علاقات مصر الخارجيه، لعل هذه المره نتحدث عن علاقات مصر الافريقيه وتحديدا مع دوله غينيا الاستوائيه الشقيقه، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه امس تريزا ايفوا اسونغو رئيسه مجلس الشيوخ لجمهوريه غينيا الاستوائيه بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسامح شكري وزير الخارجيه. وقال المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية. وأضاف المستشار أحمد فهمي أن رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية سلمت رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس أوبيانغ تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية، بل وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك. مصر يعني هي القلب النابض للقارة الإفريقية كما قال سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليست أقوال فقط ولكن أفعال الحقيقة أستاذ علي. ويعني أنا بتذكر كويس قوي رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي في 2019 وكل المشروعات والأيادي البيضاء لمصر في القارة الإفريقية، ولو تحدثنا تحديدا بأننا بنتكلم عن غينيا الاستوائية، فأنا يعني كان في تصريح مهم لرئيسة مجلس الشيوخ لغينيا الاستوائية لما زارت العاصمة الإدارية الجديدة وقالت أنها انبهرت بما حدث، خاصة أنه حصل في سنوات معدودة، وأن يعني هم بينظروا للتجربة التنموية في مصر بعين الاعتبار، بالعكس مطالبين خبرات مصر كمان في العديد من المجالات. كيف تبعت هذا اللقاء في إطار الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية؟ هي طبعا مصر عادت بقوة إلى حضن إفريقيا، ومصر تربطها بالدول الإفريقية علاقات قديمة ووطيدة، ومصر ساعدت كل هذه الدول الإفريقية في حركات التحرر من الاستعمار، وهم ما زالوا يذكرون هذا الأمر لمصر بكل الثناء والاحترام والتقدير، وهو أمر لا ينسى. يعني في الحقيقة كان هناك فطورا في العلاقات المصرية الإفريقية قبل أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، ومن ثم أعطى هذا الملف أهمية كبيرة وجعله في مقدمة اهتمامات الدبلوماسية المصرية والعلاقات المصرية الدولية، ومن ثم عادت مصر بقوة إلى أفريقيا وأسهمت في حل الكثير من النزاعات ووطدت علاقاتها مع الدول الإفريقية المجتمعة عبر الاتحاد الإفريقي أو على المستوى الثنائي. وتقديرا منهم لدور مصر زي حضرتك ما اشرتي، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي لمده عام، فالعلاقات بين مصر وغينيا الاستوائيه في الحقيقه تعود لعام 1968 اثر تحررها من الاستعمار الاسباني. مظبوط. واستمرت العلاقات على هذا النحو، ومصر لا تدخر وسعا من التعاون مع الأشقاء ومن بينهم غينيا الاستوائية، حيث تتطلع دوما إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات الري، في مجالات الزراعة، في مجالات الطاقة، في مجالات النقل، في مجالات البنية الأساسية. ومصر لا تدخر وسعا عن تقديم الخبرات الفنية لهؤلاء الأشقاء بكل تأكيد، ولعل يعني سد جوليوس نيريري في تنزانيا الشقيقة أيضا يعني خير مثال على الأيادي البيضاء المصرية، وأن مصر بتأكد على أنها يعني بتساعد وتساهم بشكل قوي جدا في التنمية في القارة الأفريقية. علشان كده لما كنا بنتكلم على سد النهضة الإثيوبي، نحن لسنا ضد التنمية ولكن هي كلها حقوق، يعني بذكر يعني القارة الأفريقية وأيادي مصر البيضاء.